تحياتي مشاهدينا، بداية الأخيرة من ملف الانتخابات الرئاسية في إيران. سنستعرض التطورات وكيف ينظر الإيرانيون إلى هذا الاستحقاق في هذه النافذة من طهران مع الزميلة أمال عراب، وأيضا بالطبيعة إليك أمال. شكرا ديما ولزملاء في لندن، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي تأتيكم مباشرة من طهران ضمن تغطية التلفزيون العربي للانتخابات الرئاسية الإيرانية. إذن يتوجه الناخبون في إيران إلى مراكز الاقتراع بعد ساعات من الآن لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس حسن روحاني. وكان ثلاثة مرشحين أعلنوا انسحابهم أمس لينحصر التنافس بين أربعة، أبرزهم المحافظ حافظ إبراهيم رئيسي، وأيضا عبد الناصر همتي، والمرشح المنتمي أو هو المرشح المنتمي إلى التيار المعتدل. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 43% من الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، في حين بلغت نسبة من لم يحسموا رأيهم بالمشاركة نحو 12% مقابل نحو 33% قالوا إنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات. ومن تصريحات هذا السباق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن يوم الانتخابات يعد يوما مهما جدا للجمهورية الإيرانية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإيرانيين القيام بواجبهم والتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وأضاف روحاني على هامش افتتاحه عددا من المشاريع في طهران أن كثافة تصويت الإيرانيين سيكون لها تأثير حاسم في تحديد قوة الرئيس المقبل في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. لا ينبغي أن نسمح للأعداء بأن يحققوا هدفهم الرامي لخفض المشاركة في الانتخابات، فأصوات الشعب مؤثرة جدا في منح رئيس الجمهورية القدرة على حل المشاكل الداخلية، وكذلك أن يواصل عمله بقوة على الصعيد الخارجي. قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كاد خدايي إن التنسيق مع وزارة الداخلية قائم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة خلال يوم الاقتراع غدا الجمعة. ودفع كاد خدايي في تعليقه عن موقف مجلس صيانة الدستور بخصوص رفض الأخير لصلاحية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية. لا ينظر مجلس صيانة الدستور إلى الأمور من زاوية سياسية، ودراستنا للملفات ليست وفق المواقف السياسية للفرد، وإنما وفق القانون ولا تعنينا التوجهات السياسية. دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الإيرانيين إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس البلدية. خاتمي لم يعلن تأييده علنا لأي من المرشحين، لكنه قال إن على الشعب أن يغير الوضع لصالح الجمهورية حسب تعبيره. أدعو الناس للمشاركة في الانتخابات والتصويت فيها سواء الرئاسية أو البلدية، لكي يضربوا هذا البرنامج المخطط له على حساب الحريات وعدم الاكتراث لرأي الشعب، لفرض تيار واحد سلطته في البلاد. يجب ألا نسمح بتعطيل صندوق الاقتراع. تراجع حضور التيار الإصلاحي لصالح صعود التيار المحافظ، وتغير المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، حيث تخلو قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية تماما من التيار الإصلاحي بعد رفض مجلس صيانة الدستور لأسمائهم المرشحة. 42 عاما، تغير الكثير. انقسم أبناء الثورة سياسيا، هم يمين أو يسار، محافظون أو إصلاحيون، تنافسوا وتعاقبوا على إدارة البلاد. محطات كثيرة زادت من الانقسام، أبرزها الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009. نحن أعلنا بمجتمع مدني، نحن أعلنا بحريات، نحن أعلنا
روابط الوثيقة مع العالم خاصة بجيراننا، وكنا موفقين في كل هؤلاء. أكثر من 200 حزب وتجمع مدني وسياسي في إيران، لكن ما من حياة حزبية ولا قيادة واضحة للمحافظين، لكنهم يجمعون على انتقاد الإصلاحيين. نعتقد أن التيار الإصلاحي يميل للغرب، وأنه رغم تعامله معه لم يحقق مصالح البلاد. بين المعسكرين خرج من ينادي بالاعتدال، مستقبله يبدو مرتبطا بقضايا عديدة، فسلفه الذي وصف يوما ما بالمحافظ بات يغرد بعيدا عن كل هؤلاء. اليوم الشعب تجاوز هذين التيارين لأنهما حصرا السلطة بينهما. تصدعت التيارات السياسية الإيرانية حتى أن كل تيار خلق أنصارا له من أبناء خصومه. ها هو من يرفضه الإصلاحيون يدعم أبرز مرشحي المحافظين إبراهيم رئيسي. نريد قوى مصلحة تحل أزمات البلاد على كل المستويات بعيدا عن التشبث بالإيديولوجية. نظرة واحدة إلى عناوين الصحف كل صباح في إيران تكشف عن ألسنة كثيرة، لكنها تبقى بالنسبة للنظام مجرد لهجات طالما أنها تتحدث باللغة الفارسية. الغد ليس كاليوم. سريعة التغيرات السياسية في المشهد الإيراني، تغيرات لم تعد المطالبة بها شعبية فحسب، بل امتدت إلى نخب سياسية أيضا. واقع سيرسم مشهدا سياسيا مختلفا في السنوات القليلة المقبلة دون شك. حازم كلاس، العربي، طهران. نناقش معطيات المشهد الانتخابي ساعات قبل يوم الاقتراع مع ضيفنا الأستاذ محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. قال الجميع كلماتهم بداية من المرشد إلى المسؤولين إلى غيرهم، وبقيت الكلمة يوم غد للشعب، لكن ما هي رهانات أو أبرز رهانات النظام في إيران على يوم غد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور مشاهدي قناة العربي. العملية الانتخابية في إيران دائما كانت دليلا على أولا الديمقراطية أو سيادة الشعب الدينية، نظرية سيادة الشعب الدينية في هذا البلد، وثانيا على اللحمة الموجودة بين الشعب وبين نظام الحكم وبين السلطة. لذلك أكد القادة الإيرانيون وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي على أهمية وضرورة أن تكون المشاركة على أوسع نطاق ممكن في هذه الانتخابات، لا سيما أن هناك بعض الظروف التي قد تقلل من المشاركة في الانتخابات. أتصور بأن العملية الانتخابية يوم غد ستكون إضافة جديدة للعمليات الانتخابية التي حصلت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بمعدل عملية انتخابية واحدة في كل سنة، إذا أخذنا الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية وانتخابات مجلس الخبراء وما إلى ذلك. الجمهورية الإسلامية أجرت عملية انتخابية في كل سنة كمعدل، وهذا أتصور ربما تنفرد به إيران ليس بين دول المنطقة وإنما على مستوى العالم. طيب، في هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق من معطيات مختلفة إقليميا وداخليا ضمن ظروف فرضت نفسها على المشهد في إيران، هناك حديث عن إحجام أو عدم رغبة للشباب للذهاب نحو التصويت، وكان هناك دعوات من مسؤولين من مشارب مختلفة، الإصلاحي والمحافظ، يدعو الشباب والشعب الإيراني إلى القيام بالعملية الانتخابية. ما منطلقات وكيف تختلف منطلقات كل طرف سياسي في إيران في هذه الدعوات؟ نعم، أتصور أولا هذا يدل على أن العملية الانتخابية تجري بكل بحالة صحية وطبيعية. يعني كان يقال بأن الرئيس القادم هو محدد مسبقا، النظام يريد أن يصل فلان إلى
سدة الرئاسة أو من طيف معين إلى سدة الرئاسة معين أو ليس هناك منافسة حقيقية. لاحظنا أنه كانت هناك منافسة على أعلى المستويات بين التيار الإصلاحي وبين التيار الأصولي، بل وحتى داخل التيار الأصولي بين مختلف الاتجاهات. تعرفين أن هناك ثلاثة من الأصوليين بشكل أو بآخر، وكل واحد منهم يمثل اتجاه معين. هذا أولا. ثانيا، أتصور بأن التيار الإصلاحي على الرغم من أنه كان له موقف بعدم ترشيح أي من المرشحين الموجودين وما زال قائما إلى حد كبير، لكنه أدرك في نهاية المطاف وبعد مشاهدة التنافس الانتخابي والمناظرات التي حصلت والحملات الإعلامية والإقبال الذي حصل، إذا لاحظت استطلاعات الرأي نلاحظ أن هناك حالة تصاعدية صعودية، ارتفاع طفيف، يعني لم تكن متفائلة كثيرا في توقعاتها. حسب استطلاعات الرأي، الاستطلاعات مختلفة. وهناك مشكلة أيضا في استطلاعات الرأي في هذه المرة في هذه العملية الانتخابية، هي أنها عادة تجري عبر الاتصال الهاتفي وليس في الشارع أو في بسبب ظروف الكورونا. لذلك يعني هناك تصاعد نوعا ما. هذا شجع التيار الإصلاحي إلى أن ليس أن يدعو إلى المشاركة، بل إلى دعم المرشح الإصلاحي بشكل أو بآخر. البعض سموا بالتحديد أنهم يرشحون أحد المرشحين، البعض لكن بشكل رسمي لم يصل أحد من الأصوليين يعني بعد مقص مجلس صيانة الدستور الذي لم يعطي الفرصة حسب المتابعين للمرشحين الرسميين من التيار الإصلاحي. هذا ألا ينقص من جوهر هذه العملية ويجعل نتيجتها محسومة سلفا بأن الفرصة تذهب أكثر نحو المحافظين؟ لا، إذا أخذنا بحدود 40 شخص من بين الذين سجلوا في وزارة الداخلية للترشح، بحدود 40 شخص منهم كانوا من الشخصيات المتميزة المعروفة في البلاد. طبعا الأغلب منها كان أصولي، لم يكن هناك مرشح متميز أكثر من المرشحين الإصلاحيين، أكثر تميزا على الأقل. الذين تم رفض أهليتهم هناك والأغلب منهم من الأصوليين، وأيضا هناك من الإصلاحيين. والذين تم تأييد أهليتهم أيضا هناك تم تأييد أهليتهم، هناك منهم من الأصوليين ومن الإصلاحيين. لذلك لا أتصور، يعني مجلس صيانة الدستور دائما يؤكد أن إنه يقوم بهذه العملية وفقا للقانون. قد تكون هناك أخطاء من دون شك، يعني كل مؤسسة أو كل شخص ممكن أن يخطئ، لكن النتيجة هي لا يبدو منها أن هناك تحيز لتيار من التيارين. كما قلت سابقا، هناك من تم رفضهم من الأصوليين وهم أكثر من الإصلاحيين عددا، وهناك أيضا من الذين تم تأييدهم أصوليون وإصلاحيون. بالنسبة لمسألة التحيز أو التفضيل، ربما المعطيات التي كانت سائدة هذا اليوم هي تصريحات عباس عرقجي اليوم، التي قال فيها في جواب لأحد الصحفيين بأن الرئيس المقبل لن يؤثر بشكل مباشر على مسار التفاوض في الملف النووي، لكنه رأى بأن رؤية رئيسي كانت موضوعية وواقعية. كيف سيكون تأثير الرئيس المقبل على أساسا لاحظي في السياسة الخارجية وفي ثوابت السياسة الخارجية ليس هناك اختلاف كبير بين التيارين، هذا أولا. ثانيا، يعني المبادئ العامة للسياسة الخارجية لا يقررها موقع الرئاسة أو وزارة الخارجية. هناك مجموعة من الآليات الدستورية، المجلس الأعلى للأمن القومي، المؤسسة القيادية وما إلى ذلك، مجلس الشورى الإسلامي أيضا كجهة تشريعية. لذلك لن تتغير بوجود هذا الرئيس أو في التفاصيل. نعم، قد يكون هذا الرئيس يختلف عن غيره، ولذلك أتصور على هذا الأساس عبر الدكتور عراقجي بأن التصريحات التي أدلى بها أحد المرشحين الذين ذكرت اسمه خلال الحملة الانتخابية وخلال المناظرات كانت ربما أقرب إلى الدبلوماسية الرسمية الإيرانية في
مفاوضات فيينا وفي الملف النووي الإيراني. لكن تفضلت بأن السياسة الخارجية في ثوابتها خاضعة لمؤسسات أعلى من الرئاسة، ما الذي سيتغير في ملامح السياسة الخارجية هذه بتغير من سيكون في منصب الرئاسة ولو كان ذلك متعلقا بالتفاصيل فقط؟ لا أتوقع تغييرا مهما في يعني السياسات العامة الخارجية، مثلا في موضوع قضايا المنطقة، في موضوع الكيان الصهيوني، في موضوع العلاقة مع الإدارة الأمريكية، في موضوع علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة، هذه كلها من ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، العلاقة مع العراق، موضوع الأزمات الموجودة في المنطقة، مختلف الملفات، تطوير القدرات الدفاعية وتشكيل قوة الردع لدى إيران، هذه أتصور لا يختلف عليها أساسا التياران، بالإضافة إلى أنها تصاغ من قبل مجموعة من المؤسسات الدستورية. لكن في التكتيك أو في طريقة التعامل، قد يكون مثلا هذا المرشح إذا وصل إلى الرئاسة أكثر ليونة من غيره مثلا في المفاوضات. حتى في المفاوضات المبدأ الثابت والذي لا يتغير للسياسة الخارجية الإيرانية في مفاوضات فيينا هو ضرورة أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى كافة التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، بموجب خطة العمل المشتركة. يعني حتى لو التزمت ب 95% من التزاماتها لن يقبل لا هذا الرئيس ولا ذاك، أي من كان الرئيس لن يمكنه أن يقبل بأقل من هذا الموقف. لذلك لا أتصور أن تغييرا مهما سيحصل على صعيد السياسة الخارجية. طب في تقديرك دكتور، هل تحتل هذه الملفات أولويات معينة لدى الناخب الإيراني، لدى الشباب الإيراني الذي يتوقع إنقاذا لاقتصاده في المرتبة الأولى بعد كل هذه الضغوط والظروف التي حلت بمعيشته؟ نعم، من دون شك يعني العقوبات أو الحصار الاقتصادي المفروض على إيران أثر تأثيرا سلبيا على معيشة المواطن، على اقتصاد الوطن، وإن كان هناك يعني الكثير يقول وكلامه صحيح، يقول إن سوء الإدارة للملفات الاقتصادية في الداخل له التأثير الأكبر. هناك نقاش يعني مستمر بين التيارين في إيران، ما هو مدى تأثير المقاطعة والحصار أو التأثير الخارجي، وما هو مدى التأثير الداخلي وملفات سوء الإدارة أو الفساد الموجودة. لذلك من دون شك حلحلة الملفات العالقة وعلى رأسها الملف النووي وعودة كل الأطراف إلى خطة العمل المشتركة وإزالة العقوبات، كافة العقوبات، سيترك آثارا إيجابية على الاقتصاد الإيراني وبالنتيجة على معيشة المواطن الإيراني. ولذلك يهم المواطن الإيراني يعني إنهاء هذا الملف. لكن كما قلت سابقا لا يختلف التياران على ضرورة وكيفية التعاطي مع هذا الملف. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ محمد مهدي، شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا نرصد معكم تفاعلات هذا الملف على مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة مايا عوادة في لندن، تفضلي.